بيلعب في المكان ده، في محمود وحيد. وحيد حسين السيد برضو، يعني شايف المنافسة ازاي؟ لا ما منافسة، انا منافسة شريفة، منافسة محترمة ما بين لاعبين دوليين، ايمن اشرف منتخب مصر ومحمود وحيد راح اخر مرة منتخب مصر، حسين، منافسة ما تصب كلها لمصلحة النادي الاهلي، يعني اللي حاضر واللي شايف المدرب انه يكون موجود في المقابلة هذه هو اللي يلعب معنا، احنا كلاعبين ما عندناش مشكلة ما بين بعضنا، حتى علاقتي بايمن اشرف علاقة ممتازة، حتى في المقابلات اللي يلعب فيها هو مساك ديما يقول لي زيد وانا في ظهرك انا اغطيك، يعني من اللاعبين اللعيبه بتاع النادي الاهلي كلها لعيبه محترمه، كلها بتصب تفكيرها في مصلحه الفريق الكل، يعني مش مصلحتك انت كفرد. ايمن اشرف زي ما بيلعب مساك وبيلعب برضه باك ليفت، كان في مباراه سان داونز المباراه الثانيه كان ليه دور مهم برضه، ريني فايلر عمل جبهه يعني علي معلول في الامام وحط ايمن اشرف وعمل جبهاته بدا يشتغل في المنطقه دي. لا هو ايمن لاعب جوكر، يعني يلعب مساك يلعب باك ليفت وبيديك 100%، يعني اي مقابله ما شاء الله ما شاء الله ربي يبقي عليه الستر، لاعب راجل لاعب عنده قلب، راجل يحب النادي الاهلي مخلص للنادي ولشخصيته، فلاعب يريحك من كل حاجه الصراحه. وانت بتتكلم عن ايمن اشرف وعلاقتك الطيبه حتى باللي بيلعبوا في مكانك، ايمن اشرف بعت لنا فيديو لعلي معلول، نشوف الفيديو من الكابتن ايمن اشرف عن علي معلول ونرجع لحضراتكم. مساء الخير عليكم، بمسي على كابتن اسامه حسني وعلى علي معلول. علي معلول طبعا من الشخصيات المحترمه بره الملعب، مش بتاع مشاكل، طبعا جوه الملعب طبعا من اللعيبه المؤثره، من اللعيبه اللي عندها حلول كبيره بتساعد بيها الفرقه، طبعا من احسن باكات ليفت موجوده في مصر وفي افريقيا. بتمنى له طبعا التوفيق الفتره اللي جايه، اتمنى طبعا ان احنا نرجع كلنا بعد الازمه دي ما تعدي ان شاء الله على خير، ان شاء الله، وان شاء الله نقدر نعمل حاجه في افريقيا باذن الله. بنشكر طبعا كابتن ايمن اشرف الجوكر اللي بيلعب مساك وبيلعب كمان باك ليفت على يعني كلامه عن علي معلول. مين اللعيبه القريبه من علي معلول في الفريق؟